وبعدين معاك، ما انت كنت شغال ولا محمد؟ نعم يا بابا. الكاسر ده كان شغال، مين اللي بوظه؟ لا معرفش. امي اللي بوظته، امي اللي بوظته. انا اروح اسالها في الطرق. هات بنز، فك صليبه، سمسفيل، منشار، سن ساج، هتلاقي تحت السرير في شنطه العده، هتلاقي شنطه خضراء. انجز لا لا اخلص، انا مش فيزياء. هي يابا وانا هطير يابا، ثواني يابا. خد يابا ده مفك صليبه برضه، وربك هخرزولك في قلبك. ده بس مفك عادي، التاني على شكل اكس نجمه، ده انت على الحمار. خلاص انا افصل النور. يا بابا ايه العلاقه بين النور والكاسيت؟ انت هتعرف اكتر منك. شغل النور يا ابني. انا عايزك تتعلم، عايزك تتعلم، ما تبقاش تمبل وبروت. انا هقول لك مثال، اقول لك مثال. مره الغساله بوظت، الغساله بتاعت امك بوظت، فيها سير ب 20 جنيه، انا غيرته ب 20 جنيه. قبليها كلمت الصنايعي، جالي وقال لي كده 200 جنيه، السلام عليكم بتاعته ب 200 جنيه. جلدة حنفية قبل كده باتنين تعريف، باتنين تعريفة. جميل؟ رحت رايح برضه مكلم السباك، قلت قال لي 50 جنيه، طب وعليك بايه؟ ما تحط نفسك انت وتعلم، اتعلم لك حاجة يا أخي. حاضر يا بابا. أيوه أنت مش فلاح غير في حاضر يا بابا. وبعدين في أمك كاسيت. ولا حمو هات كشاف التليفون. خد يابا. بعدين ما امك مش شافه فور يا جدع. والله اصلعك اصلعك. يلا بينا. ولا حمو ارمي الكاس ده في الزباله، انا ما اخليش امك تشوفه. وعمك تعرف يا حمو. احسن احسن.